السلام عليكم. تعرفنا في الفيديو السابق على أنواع المباني المتعددة، وتطرقنا أيضاً إلى الأنظمة الإنشائية فيها، فحكينا ممكن يكون النظام الإنشائي المستخدم skeletal structure، أو ممكن يكون wall bearing structure، أو ممكن يكون مزيج منهما. واتفقنا شو ما كان النظام الإنشائي المستخدم عندي، فإنه هذا النظام ينقسم إلى عناصر إنشائية، جزء منها فوق سطح الأرض وجزء منها تحت سطح الأرض. سمينا الجزء الذي كان فوق سطح الأرض اللي هي سوبر ستراكشر، وما تحت منسوب الأرض سب ستراكشر. واتفقنا أنه هذا السب ستراكشر بيمثل عندنا القواعد أو الأساسات، أو ما يعرف بالفاونديشنز أو الفوتينز. فما هي الفاونديشنز أو الفوتينج؟ فاونديشن الأساس أو القاعدة هو ذلك الجزء من المبنى أو العنصر الإنشائي الذي ينقل ويفرغ جميع أحمال المبنى إلى التربة. بالعادة يكون تحت منسوب الأرض below ground level. يتم بناؤه باستخدام مواد مختلفة، بشرط أن يكون لديها القدرة الكافية على نقل هذه الأحمال وتفريغها إلى مساحة كافية من الأرض. وهذه التربة تعطي رد فعل مكافئ للأحمال أو أكبر منها حتى يكون الستركشر كامل stable مستقر. عندنا عدة أنواع من الفاونديشن. أول نوع الوول فاونديشن، ومن اسمه رح يكون موجود تحت الجدار المسلح، ويكثر وجوده أو استخدامه بالوول بيرينج ستركشر. الايزوليتد فاونديشن رح يكون موجود أكثر بالسكيلتال ستركشر. كومباوند فاونديشن، كونتينيوس فاونديشن، وعندنا رافت فاونديشن، وأخيرا الباي فاونديشن. رح نحكي عن كل نوع بالتفصيل، نشوف elevation وsection فيه، ونشوف متى بنستخدم كل نوع أو الظروف اللي بتدعو إلى استخدامه. فبسم الله نشوفهم. يجي للنوع الأول وهو wall foundation، ومن اسمه بنقدر نستنتج إنه بيتم استخدامه تحت load bearing wall، الجدران الحاملة واللي حكينا رح تكون عندنا مسلحة بالاتجاهين. هذا الأساس ممكن نبنيه ببلين كونكريت خرسانة عادية، أو أرسي كونكريت خرسانة مسلحة، ستونز من الحجارة، أو ستيل ممبرز مقاطع فولاذية قياسية. وبلاحظ بهذا الفيجر مفرجيني النوع الأول اللي هو من البلين كونكريت، والنوع الثاني اللي هو من الريانفورست من المقاطع المسلحة بالخرسانة المسلحة. عندنا طريقتين لتسليح الأساسات. الطريقة الأولى بنسميها مش، موجودة عندنا بهذا الشكل، والطريقة الثانية بنسميها بوكس، موجودة عندنا بهذا الشكل. الاختلاف اللي هو طريقة توزيع المين رينفورسمنت والسيكندري رينفورسمنت. احنا عارفين انه هذا بالنسبة إلي حيكون الويدث للفوتينج، واللينث حيكون اللي هي المسافة للداخل. هذا هو اللينث بهذا الشكل، هو عبارة عن اللينث. بمعنى بالنسبة إلي هنا بهذا الشكل هذا هو الويدث، وهنا هاي المسافة هي اللينث. نفس الإشي هنا، هذا هو الويدث، وهنا هاي المسافة هي اللينث. طيب يجي على الشكل الأول اللي هو على إذا وضعت حديد التسليح الرئيسي والثانوي على شكل مش أو شبكة. طيب in shape of a mesh، حديد التسليح placed at the bottom of the foundation، حطيت حديد التسليح أسفل الفاونديشن. المين بارز حتكون perpendicular to the foundation length، حتعامل طول الفاونديشن. فإذا كان هذا عندي مش وهذا هو عبارة عن اللينث، فحديد التسليح الرئيسي حيكون يعامد الطول، فهذا هو بالنسبة إلي اللي باللون الأخضر هو عبارة عن المين reinforcement، هو عبارة عن المين reinforcement، تعامد الطول، جاية عمودية على الطول. While the minor reinforcement حديد التسليح الثانوي حيكون placed above them اللي هو عندي موجود هون باللون الزهري، وحيكون parallel to the foundation، موازي لطول الفاونديشن. فهي هي التسليح الثانوي يوازي طول الفاونديشن. بهاي الحالة بسمي طريقة التسليح مش، حيكون عندي هذا هو التسليح المين هذا اللي هون، وهذا عبارة عن السيكندري بالسكشن. طيب إذا بدي أحط حديد التسليح على شكل بوكس،
زي الموجود عندنا بهذا الشكل or it can be in the shape of the box with main reinforcement parallel to the foundation. حتكون حديد التسليح الرئيسي موازي للفاونديشن, وفي عندي تسليح ثانوي اللي هو عبارة عن شكل استيرب زي الكانات بحطها على مسافات متساوية. يعني بهذا الشكل صار عندي حديد التسليح الرئيسي موازي لطول الفاونديشن وعمودي عليه اللي هو الكانات, فصار هذا عندي بالنسبة لي الزهري هو المين reinforcement, بينما اللي بالأزرق هو عندي الماينر أو بهاي الحالة صار على شكل كانات ستيربس مغلقة, كانات مغلقة. في جميع الحالات لازم يكون الكونكريت كفر لا يقل عن 75 ملمتر حتى نحمي حديد التسليح من الصدى. فهنا إذا طلعنا على السكشنز بالحالة المش reinforcement, بالنسبة لنا حديد التسليح الرئيسي اتفقنا إنه حيكون يعامد الطول perpendicular to the foundation, معناته بالسكشن هذا بالنسبة إلي المين والبرلل بالنسبة إلي هو هذا الماينر أو السكندري. إذا إجيت هذا حكينا مش reinforcement, النوع هذا حكينا box, حيكون لا الدوائر هي بالنسبة إلي هي عبارة عن المين والستيرب أو الكانة هي عبارة عن السكندري reinforcement. هذا بالنسبة للسكشن. هون عندنا wall 3D مع التسليح عشان نفهم اللي بنحكي. بهاي الحالة اللي هو مش reinforcement, reinforcement in shape of mesh in wall footing, بالنسبة لنا الحديد التسليح الرئيسي هذا هو المين, وهاي البارز اللي أنا شايفها بهذا الشكل هي عبارة عن secondary reinforcement. زي ما حكينا تعامد الطول هي عبارة عن التسليح الرئيسي والموازي للطول هي التسليح الثاني, والتسليح الرئيسي حامل للتسليح الثانوي. هون عندنا الحالة الثانية بحالة reinforcement in shape of box in wall footing, حيكون عندنا هاي الكنات موجودة عندنا والتسليح الرئيسي هيو بهذا الشكل, فهذا عبارة عن المين بار والستيرب هي بالنسبة إلي السكندري, وهو طريقة إني أنا حطيت الكانة وقفلتها فصار عندي التسليح على شكل بوكس, من هون إجت تسمية البوكس. نجي للنوع الثاني واللي هو الـ isolated foundation أو single footing, ومن اسمه هذا الأساس بيكون بدعم عمود واحد. This type of foundation is used to transfer the load on one column using one isolated foundation to the soil. ممكن أستخدم plain concrete أو reinforced concrete, وممكن أستخدم يكون شكل القاعدة square مربع أو إنه يكون شكلها مستطيل أو يكون شكلها دائري. لما أعمل تصميم للسنجل فوتينج أو الايزوليتد فاونديشن بدي أحسب حساب النومينال مومنت والنومينال شير والنومينال بانشينج شير, أحسب حسابهم في الكالكوليشن. يعني لازم هذا الفاونديشن أراعي أنه حقق شروط النومينال مومنت والنومينال شير والبانشينج شير. سماكة السنجل فاونديشن ممكن تكون ثابتة زي هاي الحالة تكون إنها كونستانت, أو ممكن تكون الثيكنس فاريابل فيكون في عندي سلوب زي هذا الشكل, أو ممكن أستخدم بيدستال زي ما هو موجود عندي عشان أمنع حدوث البانشينج شير بحيث إنه هذا الكولم ما يعمل اختراق للفاونديشن. وهون مفرجيني الإليفيشن وهون مفرجيني التوب فيو, هون إليفيشن سواء كان هذا عبارة عن كونستانت ثيكنس أو فاريابل ثيكنس أو كان استخدمنا بيدستال. وبالعادة لازم أحط الكولوم بسنتر الفاونديشن, يكون مركز ثقل العمود منطبق على مركز ثقل القاعدة. بالنسبة لتفاصيل التسليح بالأزوليتد فاونديشن أو سينجل فاونديشن يكون على شكل شبكة من الأسياخ بالاتجاهين كما يظهر بالشكل أمامنا. إذا كان شكل الأساس مربع أو دائري فحديد التسليح حيكون متساوي بالاتجاهين.
أما إذا كان على شكل مستطيل ححط حديد التسليح اللي بالاتجاه القصير فوق حديد التسليح اللي بالاتجاه الطويل، والهدف من ذلك حتى أحصل على الماكسيمم effective depth D، يعني بدي أحصل D أعلى ما يمكن عشان أزيد المقاومة للمقطع. كمان بلاحظ أنه حديد تسليح العمود قمت بتشريكه مع القاعدة عشان أنا بدي المنشأ يشتغل كوحدة واحدة. Reinforcement bar of columns are usually connected with the footing، دائما أنا بوصلها مع الفوتينج. هون عندنا مثال على Square Isolated Foundation، أعطاني سكشن بالعمود سميناه سكشن AA، سكشن B الفوتينج سميناه سكشن BB، وهي البلان. البلان فرجاني فيه سكشن BB، وسكشن BB فرجاني فيه سكشن AA اللي هو السكشن اللي بالعمود. نبلش من أول واحد، سكشن العمود، أبعاد العمود 0.3 في 0.3، 30 سنتي في 30 سنتي. التسليح الرئيسي عندي أربع أسياخ، قطر السيخ الواحد 22 مليمتر، مفرجين ياهم بالدوائر السوداء. حطينا كانت ستيربس، قطر الكان الواحدة 10 مليمتر، والمسافات بين الكانات 300 مليمتر، بين كل كانة وكانة 300 مليمتر. هذا سكشن AA اللي يخص الكولوم العمود. يجي هنا سكشن BB اللي يخص الفوتينج. هنا عبر لي عن التسليح الرئيسي بالخط الأسود اللي كان بالعمود اللي هو 4.22. الخطوط الحمراء هون عبارة عن الكانات اللي حكينا حطيناها 10 على 10 القطر على مسافة 300. مفرجيني هون كيف شركنا حديد تسليح العمود بالقاعدة. القاعدة كان عرضها 2 متر، هذا شفته من هون، وكمان طولها 2 متر يعني لأنها سكوير. هو حكالي صبت النظافة، هيها سماكتها 0.1، صبت النظافة 10 سنتي، ارتفاع القاعدة كان 0.4، حطيتها تحت الجراوند ليفل مستوى سطح الأرض 0.8، ولاحظوا كيف حشرنا منسوب الأرض أو مستوى سطح الأرض. بالنسبة للتسليح كونها مربعة، فالتسليح بالاتجاهين نفسه، بالاتجاه القصير والاتجاه الطويل، استخدمت 11 سيخ، قطر السيخ الواحد 18 مليمتر، فاي 18. هذا بالنسبة للسكشن. هون فرجاني بالبلان الأبعاد 2 ب 2، 2 متر ب 2 متر، فرجاني أنه العمود موجود بمركز الفوتينج، فرجاني التسليح بالاتجاهين 11 سيخ فاي 18، 11 سيخ فاي 18. فهاي هي تفاصيل الفاونديشن لما كان عندي سكويرد سينجل فاونديشن. نجي للمثال الثاني اللي هو ريكتانجولر ايزوليتد فاونديشن. كان عندنا القاعدة على شكل مستطيل، بالمثل اعطاني سكشن بالعمود، سكشن بالفوتينج، والبلان بالفوتينج. لاحظوا الاتجاه الطويل عندي للقاعدة 3 متر والاتجاه القصير 2 متر. لما اجيت حطيت العمود، حطيت الاتجاه الطويل للعمود مع الاتجاه الطويل للقاعدة، والاتجاه القصير للعمود مع الاتجاه القصير للقاعدة. يعني العمود أبعاده 0.5 في 0.3، 50 سنتي ب 30 سنتي. حطيت ال 50 سنتي باتجاه 3 متر لأنها البعد الأطول، وال 30 سنتي مع الاتجاه الأقصر اللي هو ال 2 متر. سلحنا العمود بست أسياخ بالتسليح الرئيسي، قطر السيخ الواحد كان 22 مليمتر، حطينا كانت قطر الكان 10 مليمتر على مسافات 300 مليمتر. النقاط السوداء بالسكشن AA سكشن العمود هي التسليح الرئيسي، والأحمر هي الكانات. نجي على السكشن B الفوتينج، عندي الاتجاه الطويل أخذت سكشن عليه اللي هو 3 متر، صبت النظافة 10 سنتي، ارتفاع العمود 44 سنتي، تحت مستوى سطح الأرض 80 سنتي، الجراوند ليفل هي منسوب الأرض، وهشرنا عشان نفرجي انه هاي عبارة عن natural soil او التربة الطبيعية. تمام. شو كمان هون؟ نجي على التسليح، في عندنا 9 فاي 22 و 12 فاي 22. ال 12 فاي 22 اللي هي التسليح الرئيسي، و 9 فاي 22 هي التسليح الثانوي. زي ما حكينا عشان نحصل على اعلى دي حطينا التسليح الرئيسي اسفل وفوقي التسليح الثانوي. فال 12 فاي 22 حيرتكز عليهم ال 9 فاي 22.
إيش كمان هنا؟ انفرجيني كمان بالمثل كيف شركنا العمود. هذا بالنسبة للسكشن بيبي. نجي على البلان، فرجاني التسليح الرئيسي والتسليح الثانوي، إنه هنا أنا التسليح الطولي كان 12 فاي 22، والتسليح القصير أو الاتجاه القصير 9 فاي 22. هيكون موجود عندي سفلي 12 فاي 22 يرتكز فوقي 9 فاي 22. هذا بالنسبة لما يكون عندنا rectangular section. نجي للشكل الثالث من الأعمدة single footing أو isolated foundation على شكل دائري. بالمثل أعطاني section بالعمود section AA، وأعطانا section B الفوتينج، وفرجانا بلان للفوتينج. نبلش من العمود التسليح الرئيسي، إحنا بنعرف لأنه دائري العمود بنفضل بالقاعدة الدائرية نستخدم عمود دائري، ما بمنع أنه يستخدم مربع ولكن يفضل. إحنا تعلمنا أنه بالتسليح الأعمدة الدائرية أقل عدد من الأسياخ هو 6، فهنا استخدمنا 6 فاي 22. استخدمنا مش كانات تايز، استخدمنا هون سبايرل اللي هو بيكون مستمر على طول العمود، كان قطره 8 مليمتر وكان السبيسنج لهذا السبايرال على مسافة 100. هذا بالنسبة للسكشن بي العمود. نجي للسكشن بي الفوتينج. بالمثل هاي عندي صبة النظافة 10 سنتيمتر، هون استخدمت تبرد فاونديشن، كان الثيكنس إلها متغير، كان الثيكنس إلها يتغير إلها سلوب. فرجيني الجراوند ليفل، فرجيني كمان بالمثل تشريك حديد العمود مع القاعدة، هنا فرجيني بالسكشن كمان برضو السبايرل قطرها 8 على مسافة 100. هنا كونها دائرة حديد تسليح بالاتجاهين نفس الاشي، استخدمنا 14 سيخ قطره فاي 18 ملي متر. هذا بالنسبة للسكشن بي بي. بالبلان فرجيني انه ديامتر له 2 متر للفوتينج، فرجيني برضو انه منطبق سنتر العمود على سنتر الفوتينج، وفرجيني التسليح بالاتجاه الطويل والقصير هو نفسه اللي هو 14 فاي 18. هاي بالنسبة للعمود اذا كان قاعدته دائرية وسنجل فوتينج دائري. نجي على النوع الثالث وهو Combined Foundation. Combined Foundation هو Isolated Foundation that carries the load of two neighboring columns. كان عندي عمودين أحمالهم متساوية ومتقاربين من بعضهم البعض، فبهاي الحالة أنا بعمل قاعدة واحدة، زي كأني أنا عملت ميرج أو عملت دمج لقاعدة العمود الأول وقاعدة العمود الثاني بقاعدة كبيرة مستطيلة. إذا كانت الأحمال متماثلة بستخدم قاعدة متماثلة كما يظهر عندي في هذا الشكل. كانت أحمال الكولوم الأول تساوي أحمال الكولوم الثاني، بدل ما أعمل سنجل فاونديشن هون وسنجل فاونديشن هون، عملت فاونديشن كبير يضم العمودين مع بعضهم البعض. في حالات ممكن أضطر أعمل شكل مستطيل غير متماثل، أو أعمل شكل ترابوزويدال شبه منحرف إذا كانت اللود على كولوم 1 لا تساوي اللود على الكولوم 2، فبضطر أني أنا أعرض القاعدة أو تكون مساحتها أكبر عند العمود اللي عليه أحمال أكبر، وأخلي المساحة صغيرة عند العمود اللي جاي عليه أحمال أقل. وكمان أحد الأسباب ممكن يكون في عندي ليميتيشن على قطعة الأرض، يعني أنا في عندي حدود لمساحة الأرض اللي أنا شغال عليها بالمشروع، وبعد هذا الحد بتصير ملكية شخص آخر للأرض، فأنا ما بقدر أتجاوز حدود الأرض اللي ملكيتها تخصني وأتعدى على حدود الشخص الآخر. فبالتالي إذا وصلت عند، يعني هذه كانت مثلا نفرض إنها المساحة لحد هون وبعديها بتبلش أرض الجيران، فأنا بضطر إني كمان أعمل زي إنه ما أستمر بهاي الفاونديشن، أو بهاي الحالة بيكون عندي مستطيل غير متماثل، أو أعملها على شكل شبه منحرف حتى ما أتجاوز مساحة الأرض المخصصة إلي. طريقة تسليح Combined Foundation نفس طريقة تسليح البيم. Combined Foundation is reinforced as beam. حديد التسليح الطويل هيكون موازي للخط الواصل بين مراكز الأعمدة. فعندي هون سنتر لاين بيوصل بين مركز العمود الأول ومركز العمود الثاني، فبحط حديد طويل بهذا الاتجاه موازي للخط الواصل بين مراكز
الأعمدة، والهدف منه مقاومة عزوم الدوران، لأنه إحنا بنعرف إنه البيم فيها عزوم دوران مومنت بندينج مومنت وفيها شير. الكريتيكال فيها المومنت بشكل أساسي وبشكل ثانوي الشير، فمعناته رح أستخدم حديد تسليح طولي لمقاومة عزوم الدوران ورح أستخدم كانات لمقاومة الشير. طريقة وضع هذه الأسياخ بالمنطقة الوسطية ما بين الأعمدة، بحطها بالاتجاه العلوي وبحطها بالاتجاه السفلي بالمنطقة تحت الأعمدة. فإذا بالمنطقة الواصلة بين الأعمدة بحط حديد التسليح at the top in the middle، أما بالمنطقة تحت الأعمدة بحط حديد التسليح at the bottom. نستخدم كانات زي ما اتفقنا الهدف منها عشان أقاوم الشير فورس، وكمان عشان أجمع حديد التسليح الرئيسي وأربطه مع بعضه البعض. رح أستخدم كمان حديد تسليح قصير الهدف منه مقاومة عزوم الدوران في المنطقة تحت الأعمدة. عندنا هون مثال على Combined Foundation أو Footing. بنلاحظ بالشكل هون كان على شكل ترابوزويدل، وبتوقع أنه هذا العمود عليه أحمال أعلى من هذا العمود. العرض من هون متر ونص، وهون عندنا العرض أكبر. طول الفونديشن 7 متر، المسافة لحد سنتر العمود الأول 9 بالعشرة، المسافة من الجهة الثانية لحد سنتر العمود الثاني 1.4، والمسافة بين العمودين 4.7. أخذنا سكشن بالعمود الأول، سكشن بالقطاع AA بالفوتينج، وسكشن بالعمود الثاني. لاحظوا كمان أخذ سكشن عرضي اللي هو AA، وسكشن طولي اللي هو سكشن BB. شو كمان عنا؟ هون عنا العمود، لاحظوا تسليحه 6.25، أبعاده 40 سنتي ب60 سنتي، استخدمت كان قطرها 10 ملمتر على مسافة 400. هون هذا العمود تسليحه 8.25، يعني مبين من التسليح إنه الأحمال عليه أكبر، واستخدمنا كان 10 فاي على مسافة 400، والكانة كانت مش تو ليج، كانت فورد ليج، فبين إنه الأحمال على هذا العمود أعلى من الأحمال على العمود الثاني. هذا بالنسبة للبلان بالفوتينج. نجي على سكشن بي بي، السكشن اللي هو جاي بالاتجاه الطولي. خلينا نشوف. أول إشي حكينا إحنا التسليح بالاتجاه الموازي للسنتر لاين بين الأعمدة علوي، وموازي للسنتر لاين تحت الأعمدة، وفي عندي تسليح بالاتجاه القصير تحت الأعمدة. فعندنا هنا بين الأعمدة تسليح قيمته هيو 10 أسياخ موازية للاتجاه الطولي بين الأعمدة، قطر السيخ الواحد 25 ملمتر. تحت الأعمدة برضو بالاتجاه اللي لونهم أزرق، نحكي أنا عن السياخ لونهم أزرق، اللي هو برضو 10 أسياخ فاي 22 تحت الأعمدة بالاتجاه الطولي. بالاتجاه القصير أو بالاتجاه العرضي اللي هو حكينا بنحطها حتى نقاوم عزوم الدوران، استخدمنا 20 فاي 12 على مسافة 20 فاي 12 على مسافة 125. فإذا حديد تسليح بالاتجاه الطويل بين الأعمدة 10 فاي 22، بالاتجاه القصير لمقاومة عزوم الدوران تحت الأعمدة اللي هو 20 فاي 12، وحديد موازي للسنتر لاين تحت الأعمدة اللي هو اللي قصير بيكون عندي طوله اللي هو 10 فاي 22. بدي أميز بين كلمة الاتجاه القصير والحديد القصير. الاتجاه القصير اللي بيبرر لهذا الاتجاه، تمام. الحديد القصير اللي حكيت لكم بيجي تحت الأعمدة، يعني في عندي حديد موازي للاتجاه الطويل أو موازي للسنتر لاين، بيجي علوي وسفلي، علوي بين الأعمدة، سفلي تحت الأعمدة، وفي عندي اتجاه تحت تسليح تحت الأعمدة بالاتجاه القصير لمقاومة عزوم الدوران. طبعا لاحظوا الكانات قربتهم بالمنطقة أو كثفتهم بالمنطقة حول الأعمدة، بعدين بين الأعمدة أخذت مسافات أكبر. إيش كمان في عندنا تفاصيل؟
فقط هذا بالنسبة للسكشن بي بي بهمنا نعرفه. هنا بالسكشن اي اي مفرجيني اني حطيت كانت 6 لقد فاي العشرة استيرب، وحطيت تسليح علوي مقداره 6 فاي الاثنين وعشرين. ارتفاع القاعدة او الثيكنس كان 0.8 متر. شو كمان تفاصيل لازم اقرأ لكم اياها؟ طل اشي هون طبعا المسافات للكانات تفاصيلها، يعني هون بستخدم فايل 10 على مسافة 300، هون فايل 10 على مسافة 150، هون فايل 10 على مسافة 300، هون فايل 10 على 150، هون برجع بستخدم فايل 10 على مسافة 300. يعني أنا كثفت الكانات بالمنطقة حول الأعمدة عشان ما يصير عندي بانشنج شير. بس إن شاء الله ما أكون نسيت إشي. هذا بالنسبة لترابزويدال كومبايند فاوندي. يجي للنوع الرابع وهو الكونتينيوس فاونديشن، الأساسات المستمرة. هذا النوع من الأساسات يستخدم إذا كان عندي مجموعة من الأعمدة على استقامة واحدة والمسافات بينها قصيرة ومتقاربة، وبالأخص إذا كانت التربة ضعيفة، يعني البيرنج كاباسيتي إلها قليلة. فإحنا بنعرف لما تكون التربة ضعيفة حنضطر نكبر مساحة الأساس الفاونديشن، فهذا الإشي رح يخلي الأساسات إذا عملتها سنجل لكل عمود تكون متداخلة، فبختصر وبعمل أنا أساس واحد لهذه الأعمدة. بالعادة هذا الأساس بيتم تصميمه بعرض واحد، والتسليح له بيشبه تسليح الكومبايند reinforcement foundation، مع الأخذ بعين الاعتبار حيكون عندي نيجاتيف مومنت تحت الأعمدة، يعني بدي أحسب حساب هذا النيجاتيف مومنت أثناء عملية التسليح. كيف باخذ هذا النيجاتيف مومنت بعين الاعتبار بالتسليح؟ اني بعمل اوفرلاب للريانفورسمنت بين الاسبان المتقاربه، بين الفترات المتقاربه للتسليح للستريب الموجود عندي. عندنا مثال هنا لكونتينيوس فاونديشن بالمثل، اعطاني توب فيو، اعطاني سكشن، او بمعنى اخر اعطاني بلان واعطاني سكشن. هاي بلاحظ عندي 3 اعمده أبعادها 50 × 50، فرجاني التسليح الرئيسي إلها 8 فاي 25، الكانات 10 ديامتر، والسبيسينج بينهم 300، الود ثابت زي ما اتفقنا 2 متر، وطول الستريب اللي أعطاني 9.5 متر. هذا بالنسبة للبلان. وهنا عندي الخط الأخضر السنتر لاين لهاي الأعمدة على استقامة واحدة. نجي للسكشن بالاتجاه الطولي اللي هو سكشن AA، وعندنا سكشن بالاتجاه العرضي اللي هو سكشن BB. الاتجاه الطولي لاحظوا نفس تفاصيل الكومبايند فاونديشن، لاحظوا شو عملنا، حطينا كثفنا الكانات حول الأعمدة عشان الشير الموجود عندي البانشينج شير، حطينا تسليح بالاتجاه قصير عشان المومنت الموجود تحت الأعمدة، وحطينا حديد تسليح علوي، وحطينا حديد تسليح سفلي. ايش هون معطينا؟ خلينا نقرأ. هون الكانات بهاي الفترة اللي كثفناها فيها عند الأعمدة، كانت الكانة 6 لك، قطرها فاي ال 12، قطرها فاي ال 12 على مسافة كم؟ خلينا أقرأ، على مسافة 200، على مسافة 200. عندنا تسليح البار استخدمنا 11 فاي 25، شو كمان الثيكنس كان عندنا، هاي صبة النظافة 10 سنتي، الثيكنس كان 75. يعني أنا بلاحظ إنه نفس طريقة تسليح ال combined foundation، بس خلينا نشوف إذا في تفاصيل زيادة. تسليح العمود مفرجين الكانات، التسليح الرئيسي، التسليح القصير 8 فاي 16 على 200 لمقاومة المومنت تحت الأعمدة. شو ضل كمان؟ طيب نجي على السكشن العرضي اللي فيه تسليح الفوتينج، مركز لي على تسليح الفوتينج أكثر. استخدمنا استيرب، حكينا الهدف منها أنها تجمع الحديد وتقاوم الشير، 4 لقد استيرب 4 أرجل، قطرها 12 مليمتر. استخدمنا التسليح أسفل العمود بالبوتوم 11 فاي 25، واستخدمنا هنا 6 فاي
22 بالتوب. بس إيش كمان ظل؟ الثيكنس برضو كان واضح هناك 75، المسافة عن الجراوند ليفل هون 25 فقط. هاي بالنسبة للتفاصيل، أظن أني إن شاء الله ما نسيت إشي. هون بفرجيني الكانات إنه هون 3 فاي، ثلاثة على مسافة 300، هنا 5 على مسافة 150، إنه الكانات السبيسينج كان على 300 مليمتر بعدين صار على سبيسينج على 150 عشان أكثف الكانات فقط. يعني كل ما بقرب من العمود بقرب الكانات أكثر عشان أحسب حساب الشير. تمام، وصلنا للنوع الخامس وهو الرافت فاونديشن، ومن اسمه مبدأ وزي كأنه حصيرة، بمعنى رح يكون عندي عقدة مسلحة ولكنها بالأسفل وليست بالأعلى. بستخدم الرافت فاونديشن لما تكون عندي اللود على الأعمدة عالي والتربة ضعيفة. بهاي الحالة ممكن أحتاج أساسات مساحتها أكثر من نص مساحة المبنى، فعشان هيك بستخدم الرافت فاونديشن اللي هو عبارة عن RC مات، يعني زي كأنها حصيرة مسلحة إلها سماكة ثابتة. طريقة تسليحها أني أستخدم 2 meshes، شبكتين من الحديد التسليح بالتوب وبالبوتوم، بحيث يكون عندي الماكسيمم effective depth بالاتجاه الطويل. It is reinforced using 2 meshes of reinforcement bars at the top and the bottom with the maximum effective depth at the longer direction. الرافت فاونديشن ممكن أستخدم فيها بيم RC beam، الهدف منها توزيع الأحمال على الرافت فاونديشن، وممكن أعملها inverted beam يعني بالاتجاه المقلوب، بمعنى إنه تكون عندي البيم أعلى الرافت وليس أسفلها. يعني لاحظوا ما رسمنا خطوط البيم hidden، رسمناها solid line يعني إنها مرئية، فالinverted beam يعني بيم مقلوبة، بمعنى إنها صارت البيم فوق السلاب، لأنه إحنا الرافت فاونديشن بالنسبة لنا زي كأنها سلاب، زي كأنها عقدة، ولكن هاي العقدة سفلية وليست علوية. متى بستخدم الانفيرتد بيم؟ إذا كان عندي مستوى من المياه موجود تحت الفاونديشن، الووتر تيبل إز هاي، أو إني إذا بدي أبسط عملية الإنشاء. نفرجيني بالشكل، الرافت فاونديشن مع الانفيرتد بيم والرافت فاونديشن without بيم. لاحظوا كتب عليها رافت سلاب، رجع نأكد وهي سلاب لأنها بتكون مسلحة زي تسليح العقدات. هنا عندي الرافت سلاب وفرجاني الأعمدة عليها، هاي الكولوم. هنا حكينا عنا الرافت سلاب، استخدمنا انفيرتد بيم، بيم فوق السلاب، وحطينا عليها الأعمدة. هون عنا بلان وسكشن برافت فاونديشن، حكينا احنا بنسلحها بشبكة علوية وشبكة سفلية، فعندي بالاتجاه الطويل وبالاتجاه القصير العلوي فيه تسليح، وبالاتجاه الطويل وبالاتجاه القصير السفلي فيه تسليح. فخلينا نطلع، هون عندنا ثيكنس ثابت لهاي العقدة، الثيكنس مش واضح انه هون على البلان، الاصل يكون موجود عندي على البلان، خليني اشوف اذا بمكان ما، لا مش موجود عندي، المفروض يكون موجود عندنا الثيكنس. طيب هون خلينا نطلع التوب، استخدمنا هاي التوب على الدائرة اللي فوق 5.18 على مسافة 200، استخدمنا البوتوم الدائرة اللي تحت 16 فاي، القطر له 16 على مسافة 200. هسا التوب بالاتجاه المعاكس 18 فاي 200، والبوتوم بالاتجاه المعاكس 16 فاي 200، فزي كأنه استخدمنا شبكة علوية القطر فيها 18 الفاي بالاتجاه الطويل والقصير، والبوتوم 16 الفاي على مسافة 200 بالاتجاه القصير والطويل، يعني سلحناها زي تسليح العقدات. ايش في عندنا كمان تفاصيل هون؟ مفرجيني هذا السكشن، هون مفرجينا البلان انها هاي الاسود هي عبارة عن الاعمدة، المربعات الاسود، والاخضر هي السنتر لاين بين هاي الاعمدة. المسافات زي كأنه هون عندنا زي كأنها مش سيمتريكال إلى حد ما، يعني 2.5 2.5 2.5، زي كأنها جريد، هون 2.5 2.5 2.5. التسليح مفرجين العلوي توب زي ما شفنا على السكشن اللي هو فاي 18 على مسافة 200، والبوتوم
فاي الستاعش على الميتين، سواء بالاتجاه الطويل أو بالاتجاه القصير. هون نفس الإشي بالاتجاه الثاني، فاي الاثنين وعشرين على مية وخمسين وفاي الثمنتاعش على مية وخمسين. ففرجاني التسليح بالاتجاه الطويل وبالاتجاه القصير فقط، حيظل يتكرر عندي، هاي برجع بكررهم لأنها شبكة زي ما شفنا بالسكشن. نيجي لآخر نوع عنا وهو البايل فاونديشن. البايل فاونديشن بستخدمه لما تكون الطبقات العليا للتربة غير ملائمة لأي نوع من الأساسات اللي تم ذكرها سابقا، أو لما تكون ضعيفة بحيث ولا واحد من الأنواع الأربعة اللي ذكرناها سابقا ملائم لاستخدامه كأساس. برضو بستخدمها لما أبني على منشآت مائية، لما نستخدم منشآت مائية، أي منشآت بنيها فوق الماء كالميناء كالجسور المائية. يعني أنا بعمل جسر أساساته بدها ترتكز على مسطح مائي، بحر أو نهر، برضو بستخدم البايل فاونديشن. يتم تصميم البايل فاونديشن بحيث أنه السنترال كولوم، العمود المركزي، يرتكز على تو بايلز أور مور، على أساسين فأكثر. عشان يرتكز هذا العمود بشكل صحيح على أكثر من أساس ويتم توزيع الأحمال بشكل صحيح، بيكون في غطاء خرساني كونكريت كاب، الهدف منها نقل الأحمال من هذا العمود إلى هذه البايلز اللي كانت سواء كانت اثنين أو أكثر. نطلع على التوب فيو لبايل فاونديشن زي ما بين عنا بالصورة. هنا عنا هاي الدوائر هي تمثل البايلز، تمام؟ إلها قطر، هنعبر عن قطر البايل بالكابيتال دي. إذا بلاحظ في هون عندنا هذا المربع أو هذا المستطيل أو هذا المستطيل أو هذا شبه المنحرف، الشكل هذا بيمثل الكاب اللي هي الغطاء الخرساني اللي بتيجي فوق البايلز وبده يرتكز عليه العمود عشان حمل العمود يتوزع على البايلز الموجودين عندنا. المسافات بين هاي البايلز عليها ليميتيشن، المسافة بين بايل وآخر يجب أن تكون 2.5 في الديامتر للبايل. يعني اطلعوا عندي هون بين السنتر البايل الأول والثاني باخذ المسافة بيناتهم 2.5 في قطر البايل في جميع الاتجاهات. هذا بالنسبة للمسافات بين البايلز. في عندي مسافة بين سنتر البايل ونهاية الكاب، الإج أوف ذا كاب، هاي المسافة لازم تكون عندي 1.25 من الديامتر للبايل. طبعا بحكي لي هاي الليميتيشن سواء المسافة بين البايل والآخر اللي هي 2.5 الديامتر أو المسافة بين سنتر البايل ونهاية الغطاء الخرساني الكاب اللي هي 1.25، ممكن إني أزيد 2.5 أخليها 3D، وممكن أزيد 1.25 أخليها 1.5D إذا صار في عندي أخطاء بالverticality of the pile in the construction process. صار في عندي إنه البايل ما قدرت أحطه vertical 100% نتيجة إنه مال شوي على اليمين أو على الشمال، فمسموح لإني أزيد المسافة بين centers of piles لحد 3D والمسافة بين center of pile والend of cab لحد 1.5. وهنا بجميع الأشكال مفرجيني هاي المسافة بين البايل والبايل 2.5D، المسافة بين البايل والend of the cab 1.25. هون نفس الإشي بالاتجاه الأفقي والعمودي، الend of the cab 1.25D والمسافات بين center البايل. المسافة بين مركز بايل وآخر بتساوي 2.5 قيمة الديامتر لهذا البايل. طبعا البايل هو حيكون زي الأنبوب، إله ديامتر وإله لينث. المسافة بين سنتر البايل الأول والثاني بتكون 2.5 في قطر هذا البايل. المسافة بين البايل سنتر لاين والإج بالنسبة لسماكة الغطاء الخرساني البايلز كاب يتم تحديدها على اعتبار أنه الأحمال بين العمود للبايل على زاوية 45 درجة. أما تسليح هذا الغطاء الخرساني بطبقتين من التسليح، الرئيسية بتكون على البوتوم of the cap قريبة من البايل، الهدف منها لمقاومة أي عزم دوران محتمل. الطبقة الأخرى بيكون تسليحها خفيف على التوب، والهدف منه إنها تقوي الكونكشن بين التسليح العمود وتسليح البايل. طبعا مطلوب إني أعمل تشريك لحديد التسليح بين
البايلز والطبقة العلوية، وأني كمان أعمل تشريك لحديد تسليح العمود والطبقة السفلية. برضو كمان من الموصف فيه أنه تكون الكونكريت كفر 75 ملم كحد أدنى حتى أحمي حديد التسليح من التربة المحيطة فيه. هون عندنا مثال لبايل فاونديشن، فرجيني البلان ومفرجيني السكشن بالبايل فاونديشن ومفرجيني سكشن AA وسكشن في الكولوم. لاحظوا هذا المربع بيمثل عندي الكاب، الغطاء الخرساني. المربع الصغير هذا هو عبارة عن الكولوم، والدوائر هاي عبارة عن البايلز. لاحظوا الكولوم رسم لي بخطوط الفيزبل لاين، بخطوط مرئية، بينما البايلز رسم لي بخطوط هيدن لاين، خطوط مخفية، لأنه حيكون عندي الكولوم يرتكز على الكاب والكاب ترتكز على البايل، فأنا فقط بالبلان رح أشوف العمود وحتكون البايلز مخفية تحت الغطاء الخرساني. فرجاني أبعاد الكاب مربع اللي هي 1.8 في 1.8، فرجاني الإج ديستانس، حط لي خطوط السنتر لاين بالأخضر للبايلز والعمود، فرجاني التسليح للكاب بالاتجاه الطويل وبالاتجاه القصير كان متماثل، فايل 20 على مسافة 200. هذا بالنسبة للكاب. هنا السكشن للعمود مربع 40 × 40 سنتي، واستخدمنا كان التسليح رئيسي 8 فايل 20، واستخدمنا كان فايل 10 على مسافة 300. هسا بنجي لسكشن بالبايل فاونديشن. السكشن استخدمنا تسليح رئيسي 6 فايل 18، واستخدمنا سبايرال فايل 8 على مسافة 80 ملي متر. هذا بالنسبة لتسليح البايل فاونديشن. هون بدنا نشوف تفاصيل التشريك بين البايل مع الكاب مع الكولوم. هون الكولوم، وهون عنا الكاب، وهون عنا البايل. زي ما اتفقنا، طلعوا نزلت حديد تسليح من العمود وحطيته بالبوتوم، وطلعت حديد تسليح من البايل وحطيته بالتوب. هاي حكيناها الملاحظة عشان التشريك. إذن العمود نزلناه للبوتوم، والحديد تسليح العمود نزلناه للبوتوم بالكاب، وحديد تسليح البايل وصلناه للتوب. وبرضو كمان حكينا حديد التسليح بالطبقة السفلية بيكون أكثر منه من حديد التسليح بالطبقة العلوية. هون استخدمنا 6 فايل 10 بالطبقة العلوية. شو كمان تفاصيل؟ طبعا أكيد صبة نظافة. الثيكنس عندي موجود للكاب 70 سنتي. شو كمان؟ شو ضل تفاصيل؟ فقط هاي حكينا بقى. تخيل كانت حكينا 10 فايل على مسافة 300 ملم، أو حكيناها بالكولوم هون. وهذه هي تفاصيل البايل سيكشن والكولوم سيكشن والبلان. طبعا للأسف بهذا هاي اللوحة الموجودة عندي مش معطين ديامتر للبايل. الأصل يكون موجود ديامتر للبايل. لو كان موجود معنا دي كان شيكنا على السنتر، المسافة بين البايلز كانت سنتر تو سنتر بتوين بايلز عندي باللوحة قيمتها 1 متر، وكانت الإج ديستانس عندي قيمتها 0.4 متر. فهاي كان المفروض أطبق عليها العلاقة 2.5 و1.25 عشان أتأكد إنها المسافات عندي صحيحة. 2.5 من الديامتر هاي بقارنها الأولى، وهاي بقارنها مع 1.25 من الديامتر. وهيك بنكون وصلنا إن شاء الله لآخر نوع من الفاونديشن.